طب قولي لنا يا هنوشه لو هنخرجك من جسمك وهتبقي جوه جسم احدى هذه المطربات فتختاري تبقي في جسم مين؟ ماشي. هيفاء وهبي ولا مايا دياب ولا مريم فارس؟ لا مريم فارس. ليه؟ مش عارفه بحب جسمها ما شاء الله حد. بس لا وهي حلوه كلها وشعرها عشان كيرلي. مش انا بحب الشعر الكيرلي قوي. بتحبي الشعر الكيرلي؟ اه قوي. ما بحب يعني ما بحبش الستريت يعني. يعني ده مش عاجبك؟ لا حلو عليكي. انا عليا انا بيبقى مش حلو والله. ما بحس انه مش لا. انت قلتي شعري مش حلو. والله حلو قوي قوي. طيب. كمان